اهلا ومرحبا بكم اعزائي مشاهدي قناة العراقية الرياضية وحلقة جديدة من برنامج جولة رياضية من محافظة المثنى. جولة اليوم من القاعة المغلقة في محافظة المثنى، حيث مباريات بكرة السلة بين فريقي نادي السماوة ونادي الحلة ضمن منافسات دور الممتاز، فكونوا معنا. ضمن الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 يلتقي اليوم نادي السماوة والحلة ضمن المرحلة الأولى الدوري الأول، وهذا الدوري لأول مرة تشترك به 13 فريق من كل محافظات العراق تقريبا، ويكون لأول مرة مصاحب لدور الناشئين. سبق هذه المباراة كانت مباراة الناشئين لنادي الحلة ونادي السماوة، انتهت بفوز الحلة بنتيجة 66-23. نأمل من الفريقين وهم في مصاف الدوري الممتاز للسماوة لأول مرة أن يقدم لمحات جيدة تليق بتواجده في دوري الكبار، ونادي الحلة متعود على التواجد في هذا الدوري. نتمنى للفرق المشاركة في بداية المرحلة الأولى كل التوفيق والنجاح، ونحن على أبواب هذا الموسم الجديد الذي أعتبره موسم صعب جدا للفرق. توجد أكثر من 6 فرق تتنافس على المربع الذهبي، والفرق الوسطية هي كلها منافسة لما بين الفرق الستة الأخرى المقدمة. نتمنى التوفيق للجميع. مباراة يعني أفرزت طاقات شبابية جميلة، وكان المستوى متقارب جدا مع أفضلية لأهل الدار. يعني أنا أشوف هاي اللعبة ما كنت متوقع حقيقة أنه تكون اللعبة بهالندية وبهاي الإمكانية الجيدة، خاصة بالنسبة لنادي السماوة اللي صاعد هو حديثا من الدرجة الأولى، بينما نادي الحلة نادي يعني له باع طويل في الدوري الممتاز واستعد بشكل جيد. اتمنى انه تستمر اللعبه بهذا الشكل وبهذا التنافس الى اخرها حتى نستمتع بمباراه سلويه ولمحات جميله. الحقيقة المباراة الأولى احنا نادي السماوة بالدور الممتاز بعد انقطاع، يعني انقطاع فترة طويلة من الدور الممتاز، آخر فترة اللي تأهلنا بها دور ممتاز
2006 وبعدها تأهلنا يعني بالدرجة الأولى وانقطع الفريق النادي. السنة من ترأسنا النادي صار تفكيرنا نعيد فريق كرة السلة. وحضرتكم انتم واقفتوا ويانا مشكورين بتقارير مشاركتنا بالدرجة الأولى، طلعنا أول على العراق من مجموع 32 فريق، نادي السمو طلع أول. فبدينا شلون نهيئ فريق ينافس ولا يعني يكون رقم صعب. وشفتوا انتم فريق الفترة الأولى قدرنا نستقطب لاعب أمريكي، استقطبنا بعض اللاعبين، عندنا بعض لاعبين نادي السمو على مستواهم. لحد الآن احنا مباراة تجريبية حقيقة ما خايضين، تعتبر هاي المباراة هي رسمية وهي تجريبية. فأنا أحيي الكادر التدريبي والكادر الإداري واللاعبين على الجهد المبذول والمستوى، أتمنى يستمر هذا التفوق لنهاية المباراة. يعني تعرف استاذ فارس يعني الدعم نادي السماوه يعني دعم قليل، لكن يعني الهيئه الاداريه مشكوره، يعني كهيئه اداريه والاتحاد الفرعي والمدربين والمسؤولين يعني والمحبين لكره السله. عدينا هذا الفريق الاول الفريق بالدرجه الاولى بتعاون الجميع طبعا، وتاهل لدوري الممتاز. تعرف انت استاذ فارس يعني احنا السماوه اللعبه الاولى بالمحافظه وانقطعنا عن الدوري الممتاز لسنوات طويله، وهسه رجعنا فالكل تعاونت بصعود الفريق للدوري الممتاز. اما اللي تقول لي على الدعم، الدعم يعني محدود. تعرف انت نادي السماوه كان عنده قدم وهسه هم قدم دوري وسله، يعني الامور ماشيه الحمد لله. الامريكي طبعا من نادي السماوه راتب 2000 دولار من نادي السماوه، والباقي رواتب شهريه من نادي السماوه. واتمنى يعني نتمنى التوفيق لنادينا، لان اليوم اللعبه مهمه كلش لنا، اليوم اول لعبه بالدوري، والفوز هذا راح يسوي دعم للفريق، للاعبين، للمدرب، للاداره، للمسؤولين، خلي يشوفوا يباعون المباراه يشوفون على النتيجه هاي، راح يعني ان شاء الله خير.
صراحة أنا أريد أن أبدي بأن تكوين هذا الفريق كان بجهود استثنائية من رئيس وأعضاء الإدارة وبدعم مادي من الكابتن نمير حسون وجميل إبراهيم كاظم المستثمر في نادي السماوة. وصراحة هؤلاء الناس هم اللي بادروا مبادرة مالية بحيث أنه الكابتن نمير أسكن اللاعب الأمريكي اللي شفتوه حاليا، والأستاذ جميل إبراهيم تبرع بمبلغ 12 مليون لتسديد التجهيزات الرياضية وبدل الاشتراك 3 ملايين. صراحة الإدارة كلها متفائلة مع الفريق، وللمعلومة أنه النادي بالوقت الحاضر اليوم 4 فرق راحت البغداد للمشاركة إضافة إلى فريق القدم إلى نادي سليمانية. نأمل من الله أن نوفق في خدمة هذه المدينة وخدمة هذا النادي وإسعاد الجماهير الرياضية سواء كرة القدم أو السلة أو الألعاب الأخرى. شاركنا بالدوري مصاحب فئه الناشئين بالدوري الممتاز لنادي السماوه، يعني لهم مستقبل. احنا هسه كمشاركه يعني كان فتره اعدادهم قليل، بس احنا نطمح ان شاء الله للمستقبل يصيرون لاعبين، يعني يطلعون جيل يمثل المحافظه. اي بالنسبه للدوري الممتاز هسه بالنسبه للعفو الشباب المصاحب للدوري الممتاز، هم ان شاء الله جاي نعد فريق يعني ان شاء الله يرفع اسم المحافظه بالمحافل الرياضيه. وبالنسبة للاستعداد كان مع نادي السماوة الخط الأول الدوري الممتاز للكبار، استعداد بالفترة الأخيرة التحق الفكتور الأمريكي من السفر إجا يعني وتعاقد ويا 2000 دولار راتبة، واستقطبوا لاعبين من البصرة ومن نادي التضامن ومن نادي الحمزة وحسن من نادي القوة الجوية، تعاقدوا ويا نادي السماوة. وكان استعدادهم من الدوري من الدرجة الأولى على ما وصلوا للدوري الممتاز استعداد كل جيد.
تحياتنا للجمهور الوفي، جمهور نادي السماوي. الف مبروك لهذا الجمهور الوفي، ما قصروا ويانا. الف مبروك للاعبين، الف مبروك للكادر التدريبي والكادر الفني، الف مبروك للاداره. هذا الفوز ما اجى يعني من تقليل التمرين او غير شيء، اجى من جهد منذ فتره طويله. احنا من ذاك العام تقريبا منذ 9 أشهر او 10 أشهر يعني تمرين متواصل، ويعني مرة هذا الفوز ابى المنثور الحمد لله. احب ابارك الجمهور اللي حضر، وابارك الهيئه الاداريه واللاعبين الابطال ومحافظه المثنى بكاملها. قدرنا نفوز ونفرح الجماهير رغم انه قلت ماكو عندي مباراه وديه وقلت فتره الاعداد البدني، يعني تقريبا خلال شهر يعني هو تمرين هي منافسات هو بدني. والحمد لله والشكر القادم ان شاء الله افضل. عندنا لعبه يوم 27 ونادي الكهرباء، وان شاء الله نوعد الجماهير انه نقدر نقدم اللي نقدر عليه ان شاء الله. مبروك لنادي السماوي. اولا بصراحه احنا استعدادنا غير جيده او متاخره كانت، يعني قبل 20 يوم يلا صار الفريق. ان شاء الله راح نصحح اخطائنا ونظهر بالمستوى المطلوب ونظهر باسم نادي حله الرياضي اللي هو كان بطل دوري انديه العراق للدوري الممتاز. ان شاء الله المدرب والكادر التدريبي راح يصححون الاخطاء. ومره ثانيه نقول مبروك لنادي السماوي، كانت مباراه جميله واثاريه بصراحه. انتهت اخر يمكن اخر 30 ثانيه انتهت اللعبه، وهذا هو اللي احنا نتمناه. كره سله جميله والحمد لله وشكرا. حلقه اليوم من جوله رياضيه انتهت، كونوا معنا مع حلقه جديده ان شاء الله.